نروح لاخر اخبارنا النهارده وعن نجوم الطايره وفريق الطايره في نادي الاهلي اللي يعني ساعدنا ومتعنا وبسطنا كل حاجه بصراحه. فريق كره الطايره رجال في النادي الاهلي بيستعد برضو بقوه للموسم او عاده الموسم في يوم 20 يناير. عندنا 6 لعيبه دوليين بيلعبوا في التصفيات مع منتخب مصر في التصفيات الاولمبيه: احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، محمد عادل، وحسام يوسف، وعبد الرحمن سعودي، واحمد سعيد. مباريات قويه جدا لمنتخب مصر: الجزائر وتونس والكاميرون مع مصر. 3 مباريات ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نبارك لهم باذن الله. الاهلي باذن الله هيرجع يلعب مع هيئه قناه السويس يوم 20 يناير. ما شاء الله الفريق الطايره من بدايه السيزون ماشي، ناشئين كبار ماشي تمام مع كابتن ميدو مصلحي. اكيد عايزين نعرف اخبار الكره الطايره لان خلاص 14 يوم والدوري يبدا، استعدادات على قدم وساق مع كابتن ميدو مصلحي المدير الفني. مساء الخير يا كابتن ميدو. مساء الفل يا كابتن خالد، ازي حضرتك عامل ايه؟ طب نتكلم على الطايره الاول ولا نتكلم معاك في حاجه شخصيه الاول؟ اللي انت عايزه. اللي انت عايزه. طب كل سنه وطيب يا كابتن ميدو. كابتن ميدو مصلحي مش عايز اقول عامل كام، لكن امبارح كل سنه وانت طيب كابتن ميدو مصلحي مدير الفني النادي الاهلي، يعني كان عيد ميلاده امبارح، فبنقول له كل سنه وانت طيب على الهوا. كابتن ميدو مصلحي من نجم من نجوم النادي الاهلي في تاريخ الكره الطايره، وما شاء الله هو المدير الفني لفريق الكره الطايره، فبقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن ميدو، عيد سعيد عليك ان شاء الله. وانت طيب بخير يا كابتن خالد. ليه يعني؟ قول يا عم. 48 سنه عندي. تمام. خلاص يبقى تم عامه 48 سنه، عشان ما حدش يبص ولا يتكلم مع كابتن ميدو. 48 سنه دايما تلتين عمره او كل عمره انجازات وبطولات مع النادي الاهلي. كابتن ميدو في الوقت ده واحنا بنتكلم معاك مع كابتن ميدو مصلحي وتاريخ كبير داخل النادي الاهلي، بقول لك كل سنه وانت طيب، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي في يوم عيد ميلادك؟ والله احنا من غيركم ولا حاجه. جمهور النادي طبعا رقم واحد في مصر كلها، وهم داعم اساسي للنادي بصفه عامه وللفولي كمان بصفه خاصه يعني. احتفلت ازاي امبارح؟ والله مراتي والولاد عملوا لي تورته حلوه كده والحمد لله على كده. اخيرا قعدت في البيت، اخيرا قعدت في البيت يعني، واكلت تورته وقعدت معاهم. كل سنه وانت طيب يا كابتن ميدو. قبل ما الواحد يتزنق بقى، الثلاث اشهر الجايين دول صعبين جدا على الفرقه في النادي الاهلي، لانهم قليلين بطولات يعني. فان شاء الله هنبتدي على يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله مع الفرقه. كميه الدوليين يكونوا جم، وان شاء الله نبدا الاعداد للبطولات اللي عندنا. كابتن ميدو، لاستعدادك للمرحله اللي جايه، انا عارف ان السنه دي بصراحه سنه عليك صعبه جدا، يعني شويه اللعيبه الدوليه تسافر بره بطوله العالم، ترجع تعمل مرحله جديده، شويه يروح اللعيبه لتصفيات اولمبيه، ترجع وهكذا، الموضوع صعب جدا، واللي انت توازن بين الاثنين صعب جدا. والله يا كابتن خالد عايزين حاوي. عندك حق، بصراحه عندك حق. بس الحمد لله احنا الواحد يعني بيراهن على اللعيبه ديت ان هي عندها الخبره الكافيه في التعامل مع الماتشات دي. وان شاء الله انا اقدر اساعدهم وان احنا نتوج ان شاء الله باربع بطولات السنه دي باذن الله. يا رب. راهنت على الناشئين من اول السيزون او الشباب من اول السيزون، هتراهن عليهم في المرحله اللي جايه كمان باذن الله، ولا هنعتمد على اللاعبين الكبار واللاعبين الخبرات؟ بصراحه والله مزيج يعني ان شاء الله. احنا طبعا برضو الشباب عندهم بطوله 21 سنه و19 سنه. انا هضم 3 لعيبه اللي هو يوسف الصافي، يوسف مرجان، وعبد الرحمن الحسيني. دول هيتمرنوا معايا بصفه اساسيه ودايما ان شاء الله لغايه طول الموسم يعني. قول لي المرحله اللي جايه، اربع بطولات في اقل من 3 شهور، كابتن ميدو مصلحي بيحضر ايه في المرحله اللي جايه ليه باذن الله في المرحله اللي جايه؟ والله هي اول مرحله ان احنا نعدي الدور الاول في الدوري ان شاء الله لغايه يوم 31/1. عندنا 4 ماتشات مهمين جدا: قناه وسبورتنج وجيش وزمالك. نعديهم ان شاء الله. بعد كده عندنا استعداد البطوله العربيه ان شاء الله. المجلس وافق على معسكر اعداد في السعوديه مع نادي الوحده. والبطوله العربيه، وبعد كده ان شاء الله بقيه الدوري هنلعب كل يوم جمعه ماتش. وبعد كده نخش على البطوله الافريقيه والدوري ونهايه الدوري والكاس شهر 4. يعني هو جدول مليان شويه. لكن انا طبعا بقول لك براهن على اللعيبه دي ان هي عندها القدره والخبره الكافيه ان احنا ان شاء الله نتوج بالاربع بطولات باذن الله. بطوله افريقيه في تونس في البطوله اللي جايه في تونس. شايف البطوله من وجهه نظرك البطوله الافريقيه صح كده في تونس مظبوط؟
لا لسه ما اتحددش ولا كابتن خالد هي فين بالظبط. بس انا يا ماشي بس انا بقول لك جايز يكون خلفيات، جايز انا مع اتحاد رفيقي ليا علاقات يعني. نتمنى طبعا اكيد، لكن اكيد الفرق هتشارك، لان الفرق لما بتكون موجوده في مصر الفرق بتقل شويه المشاركه بسبب قوه النادي الاهلي، لكن لو كانت بره يا كابتن ميدو الموضوع بيختلف ومشاركه الفرق. مين ممكن ينافسنا في افريقيا في المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو؟ والله هو الفرق تونس والجزائر وفرق مصر طبعا، سواء كانت الجيش او سموحه او زمالك لو كانوا يروحوا. دي شكل المنافسه بتبقى تقريبا شمال افريقيا هي وليبيا طبعا، فرق ليبيا كانت كويسه جدا. فشكل البطوله بيختلف طبعا اذا كانت الفرق دي كلها بتشارك. وان شاء الله احنا كده ان شاء الله هنشارك في افريقيا طبعا بعد موافقه مجلس الاداره طبعا، لانها مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لاستكمال المسيره يعني، لان احنا كسبانين اخر ثلاث بطولات واتمنى ان هي تبقى الرابعه التالي باذن الله. كابتن ميدو بصراحه بيتابع من خلال بطوله افريقيا لعيبه الانديه، لان بطوله افريقيا الموجوده في مصر او البطوله المؤهله للتصفيات الاولمبيه موجوده في مصر دلوقتي في الجزائر وتونس. كابتن ميدو بيتابع ده في الحاله الفنيه للاعبين وكده؟ اكيد طبعا انا متابع كويس جدا خصوصا لعيبه النادي الاهلي. والحمد لله الفرقه لعبت ماتش كويس جدا امبارح، كانوا مركزين قوي اول وثاني شوط، وان كان الشوط الثالث والرابع يقلقوا شويه، لكن خبرتهم برده خبره بالذات عبد الله واحمد فرقت كتير جدا. نزول عادل في اخر شوطين فرق جدا معانا. ان شاء الله يقدروا الشباب يعملوا حاجه لمصر ويكسبوا، لان ده اللي يليق بمصر ان شاء الله ان احنا نروح الاولمبياد. فمنتخب الطايره في اخر بطوله او تصفيات اولمبيه كسب تونس في الكونغو. كابتن ميدو شايف مباراه مصر وتونس بكره ازاي من وجهه نظره؟ طبعا هي تونس للاسف يعني كسبتنا اخر ماتشين السنه دي، كانت في الامم الافريقيه او بطوله العالم اللي فاتت الاخيره، ماتش في الملعب ما اقدرش اقول لك مين اللي هيكسب. وغير كده كمان ان ماتش النهارده اللي هيتلعب كمان شويه بين تونس والكاميرون مهم جدا بالنسبه لمصر، او نتيجته مؤثره جدا، لان احنا بكره يعني اذا تونس كسبت يبقى الماتش بكره حياه او موت بالنسبه لمصر. اتمنى ان الولاد دي يكونوا على قد المسؤوليه، ولان فعلا حاجه مشرفه جدا ان مصر تشارك في الاولمبياد طوكيو 2020. بصراحه شديده من وجهه نظرك، انت كده بتجري مني من الاسئله خلي بالك، بس انا برضو هرجع واسالك تاني. ناقص لنا مباراتين التونس والكاميرون، من وجهه نظر كابتن ميدو المباراه الاقوى من الثانيه تونس ولا الكاميرون؟ مع اننا كنا عارفين ان نجوم الكاميرون المحترفين كلهم متواجدين داخل المنتخب الكاميروني. ما اقدرش اقول لك مين اقوى، الماتشين مهمين جدا واقوياء جدا، الماتشين في الملعب ما تقدرش تقول مين هيكسب. ما تقدرش الماتشين خالص، لان تونس برضو هي بطله افريقيا تعتبر، والكاميرون هي اللي لعبتها في نهائي افريقيا وكسبوا برضو 3-2، يعني تونس كسبت 3-2 بالعافيه. فانا اعتبر ان الماتشين في الملعب وما اقدرش احسب مين اللي هيكسب يعني. ما تقدرش تحسب مين هيكسب. كابتن ميدو بنقول لك كل امنياتنا الطيبه ليك باذن الله في المرحله اللي جايه مع النادي الاهلي بالبطولات المطلوبه، وبنقول لك كل سنه وانت طيب مره ثانيه، ودايما منورنا ومشرفنا على قناه الاهلي حبيبي يا كابتن خالد، ربنا يخليك، ألف شكر. شكرا يا كابتن ميدو.